Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes là pour la prestation suivante, demande de certificat de nationalité française. Donc, il faut comprendre une chose, faire une demande de certificat de nationalité française n'est pas un acte vraiment ordinaire. Nous le faisons une seule fois pour la vie. En général, ceux qui font cette demande à partir d'Algérie le font par filiation, parce qu'on a un parent qui est français, que ce soit le père ou la mère, le grand-père, l'arrière-grand-père, etc., etc., jusqu'à la cinquième génération. Bon, donc, suite à de nombreuses demandes, bien sûr, pour l'Algérie, je devrais quand même pouvoir y arriver parce que je suis avant tout francophone. Et sachant pertinemment que la plupart comprendront plus ou moins ce que je veux dire, donc ça risque d'être un peu compliqué de bien comprendre comment faire une demande de certificat de nationalité française. Donc voilà, je vais essayer de vous parler en arabe. Quand je dis arabe, ce n'est pas l'arabe à proprement parler littéral, mais plutôt la derja d'Al-Jazair. Donc, inshallah, بالنسبة لي أنا أول مرة نحاول باش نهضر بالعربية، ولكن كان بعض الكلمات نعرفهم غير بالفرنسوية، ما نقدرش نترجمهم، كلمات تقنية تاع اللغة الإدارية، هذه نعطيها لكم بالفرنسوية. مي بور لو ريست فوالا، لكن ما فهمتوش حاجة، كاين L'Algérie, subhanallah, راهي بلاد بيلانغ فرانكوفون، حاجة ما فهمتوهاش تقدر تعيط لواحد يكون مفرنس مليح، يكون إنسان حبيب، ولا اون كوبين، قال سيل تو بلاي فوالا اسكو تو بو تسمع معايا هاد لا فيديو هذا وفهمني أنا كيفاش ندير باش ما نتكلحش في لا دوموند دو سيرتيفيكا. دونك انسان يعني باش يبريباري مليح لا دوموند دو سي ان اف تاعو واش لازم له؟ اول حاجه لازم له الفورمولير، الفورمولير هذا موجود، يروح في لو سيت تاع لو سيت سيرفيس بوبليك بوان اف ار يتيليشارجيه. الفورمولير هذا فيه دو باج، لا بروميير باج يعمرها ويسينيها، قدر ما ممكن يرفض لهم سي ان اف، عنده الفورمولير معمر بصح ما فيهش الامضاء تاعو، غير على جد الامضاء يرفضوه لك. ايه نعم، دونك عندنا اول حاجه لازم لك الفورمولير يتسينيا. حاجة الثانية لازم لك برية، البرية هذه لي تقول علاش يعني راك تظن بلي راك فرنسي. وفي هاد الحالة باش تقنعهم بلي صح بلي راك تتبع في فرنسا وراك تتبع في التاريخ تاعها، تسمي لهم شويه دي بروفيرب وتعطي لهم يعني قطعه قطعه كلكو في تاع التاريخ تاع الدوله تاع فرنسا، باش اللي راح يحكم الدوسي تاعك كي يقرا هذيك البريه لازم يجبد الديكسيونير تاعو، يقولك هذا اللي راه قاعد يطلب في الجنسيه هذا بعدا، معليش لاباس يعرف كيفاش يعبر. وهذه سورتو 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 لكن شاف بلي الدوسي جا من الخارج، دونك لازم تبين روحك بلي النهار اللي راح يمدولك سي ان اف ماكش من النوع اللي راح يوصل لفرنسا وما نعرفش نهضر وما عنديش منين نعيش ومنا ومنا، هم يكرهوا يكرهوا الحوايج هادو ديجا عندهم. هذه درك نعاودو نوليو ليها ان شاء الله، نعطي لكم واش راهم كيف راهم يخمو. من بعد بزاف الناس اللي يروحوا يديروا لا دوموند تاعهم
بلا ما يخمو بلي لا دوموند تاعهم راهي كي تلحق لتما على مستوى لو بول دو لا ناسيوناليتي في باريس رايحين يفليوها يفليوها لو كان يلقاو اون فيرغول ناقصه اي رفض لك سي اوتوماتيك دونك قبل ما تدز الدوسي تاعك قبل ما تدز لا دوموند دو سي ان اف اول حاجه لازم تسرقك من لارتيك 47 لارتيك 47 هذا مربوط بالليتا سيفيل تاع الجزائر اخي على بالكم الليتا سيفيل تاع الجزائر دخل بعضها نهار يعطيو لك نقمه زي الغدوه كي تولي راهم يعاودوا يعطيو لك نقمه اخرى زي هذا الفكره هذه اللي تخلي لو بول يطيشوا لكم الدوسي والمشكل وين كي يطيش لك الدوسي ما يطيشوه لك في ما يطيشوه لكش في نهار هز الدوسي تاعك بون ميتو لو دو كوتي يحطو على جهه ويخليه عام عامين ثلاثه اربعه كي يشوف عندهم بيليات هكاك تاع لي دوموند قال لك بون عندنا 1000 دوموند هادو عندهم هاو تغبروا صاي تغطاو بالغبار كيف نديروا لهم قال لك يلاه ابعث اون جروب ريفوجي 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 بصح وقتاش هما يديروها لك في نهارك هما يبعثوها لك مباشره بعد 3 سنين 4 سنين على هذيك ساعه ساعه كي تروحوا للقنصليه كي يبعثوا لكم لا كونفوكاسيون باش تروحوا تجبدوا لا ديسيجن تلقاو واش روحكم وحدكم يبعثوهم كوطات جيو تلقاو واش خويا على واش جيت هم بعثوا لي ديسيجن تاع سي ان اف وانت واش لا ديسيجن هذه واش راهي تقول يعني واش مقبول الرفض سي بيت كوم كيستيون اون كونفوكاسيون سا ريست اون كونفوكاسيون دونك جو ميكسكوز pour me reprendre où je raconte comme mara loula l'article 47 OK حتى ولو كان ما يكونش l'article 47 راحين يلعبوا لكم l'article 30-3 كان قطعة من الناس يظنوا يقول لك انا ما عطاو لها السي ان اف دونك سي اوتوماتيك انا بعد راحين يمدوا لي سي ان اف بصح ما تنساوش باللي دركا ولاو يجاوبوا بالحيله كي تعدي انت مثلا زدتي في عام 90 ولا انت زدت نقولوا حتى انت في عام 90 دونك من 90 حتى ل 2020 كاينه 30 سنه واش راك تقول تقول انا ما تقيسنيش هادي تاع 30 سنه على واش داك مازال ما زدتش كي سقلت الجاي اوتوماتيكمون ما تقيسكش دونك واش ولاو يديروا ولاو يديروا حسابهم من نهار تتزاد الاستقلال علاش باش الناس اللي مديرين لي ديكلاراسيون ريكونيتيف باش موليهم كي يطلبوا الجنسيه يقولوا لهم راكم فتوا الحدود تاع 50 سنه تفوت الحدود تاع 50 سنه تعتبر راك ضربت الجنسيه تاعك بون هذه يديروها ويحتموا عليك باش تروح دير المساعده القضائيه ولكن كاينه حاجه كاين قوانين اللي ما يخليوهمش باش يدير لكم هاد العفسه هذه والقوانين هادو شكون اللي يعرفهم سواء يعرفهم لافوكا سواء يعرفهم لو كونسيي سواء يعرفهم لو ديفونسور دي دووا كي تروحوا نتوما عند لي زيكريفان بوبليك لي كريفان بوبليك واش راح يدير لك لي كريفان بوبليك سي ان غرات بابي بور دوفينير اكريفان بوبليك في البلاد واش لازم لكم ما يحتاج حتى ديبلوم تلقى انسان عنده نيفو سيزيام من غدوه يحل البيرو يجيب طابلة كرسي ميكرو ويعشي انا هو الكاتب تروحوا نتوما ديروا ثقه في هاد الناس لا دوموند دو سيرتيفيكا دو ناسيوناليتي فرونسيز ما يشلع سي ان ترافاي سيريو اي سي ان ترافاي اوسي بوليتيك المهم ما نغمقش روحي في هاد الموضوع اليوم رانا جينا باش نقول لكم كيفاش توسيو لا دوموند دو سيرتيفيكا دو ناسيوناليتي دونك اول حاجه عندكم الفورمولير ثاني حاجه عندكم لا ليتر اكسبليكاتيف بريه البريه هذيك الثالثه لازم كي ديروا الملف تاعكم ما تخليوش روحكم تتقاسوا بالماده 47 والماده 30-3 عندكم الحاجه الرابعه قبل ما تدزوا الملف لفرنسا لازم ديروا تجديد تاع لي دوكيومون ديتا سيفيل لي موجودين في فرنسا موان دو 3 mois
المعنى تاعها لازم هاد الوثائق هادو يكونوا جدد، يعني ما لازمش يفوتوا 3 اشهر لو كاشي دو لا بوست فيزون فوا. الوثائق اللي موجودين بالعربيه لازم يكونوا مترجمين دوف تيت اوبليغاتوارمون ترادوي، ما عادش تروحوا تجيبوا تاع البلديه يعطي لك وحده بالعربيه ومن بعد تقول له زيد لي وحده بالفرنسويه، لا هادو ما عادش يقبلوهم من عام 2020. اي ورقه راح تدفع باش دير لا دوموند سي ان اف تاعك راه لازم راه يتفوت على يد مترجم. عندكم لو سيرتيفيكا دو بوسيسيون ديتا، هذا المشكل تاع لو سيرتيفيكا دو بوسيسيون ديتا باش ما تقيسكمش الماده 30-3، هذيك سي ان اوتر بوان، هي بعد لازم لها ان فيديو باش تفهموها مليح. بصح كي تكون كي يكون لو سيرتيفيكا هذا بين يديكم وتزيدوه في الدوسي، ما يقدروش بعد ساعه يمشيو معكم بالحيله ولا يقولوا لكم راك روتار على لا دوموند. راكم فهمتوني؟ عندكم ثاني، لكان كي تجي تعمر الملف تاعك اللي يحطوا لك واش المهنه تاعك، ماذا بيك ما تحطوا لهم الشومور ولا تحط لهم شيفور تاكسي ولا تحط لهم حاجه اللي ما يحتاجوهاش. نعطي لكم مثال، خاطر ماش دوسيات هادو ماهمش رايحين يطلبوا لي دوبل تاع الجزائر، راهم يطلبوا لي دوبل تاع ليتا سيفيل، ما يحوسوش على واش تخدم ولا واش ما تخدمش. هما الحاجه اللي تعجبهم لو كان تحط لهم مثلا فرملي، طبيب، تكنيسيان سوبيريور دو لا سونتي مثلا، كانوا امور هكاك اللي يعاونوا، هادوك تقدروا تحطوهم تعاونكم. قلت لكم باللي باش ديروا الطلب تاع سي ان اف، يعني سي ان اكت ادمينستراتيف كومبليكي، خاطر ماش اللي راح يطلب سي ان اف لازم يدير في بالو باللي فيها بليزيوغ بارامتر، ولازم تخمم كي تبعث الدوسي تاعك اللي راح يشد الدوسي تاعك واش راح يجاوبك. مالا لازم تحضر روحك باللي تحضر روحك باش ما يديرولكش رفو على جال حاجه وما فيها. اليوم لو بول واش يقول لك؟ يقول لك حنا انا باش ندرس لك الملف تاعك لازم لي بالاقل 36 شهر، وفي هاد الحاله هادوك اللي راحين يطلبوا السي ان اف مزروبين. ما لازمش تكون مزروب اخويا، علاش يخلط ويجلط من هنا يلاه يروح عند الكريفان، روح جيب لي النقمه هذه وجيب لي هذه وجيب لي هذه وجيب لي هذه، يعني ليه ليه. هادو بيان سور اوتوماتيكمون لي كونساي هادو من عند جماعه نيفو سيزيام لي حلين ايكريفان بوبليك، ويلا يقول لك جيب برك جيب برك جيب برك جيب برك، يعمر لك لونفلوب تاعك، يقول دز، ومن بعد شهر شهرين يقول لك اي جات لاكوزي دو ريسيبسيون، يتمسخر بيك. ما نعرف لاكوزي دو ريسيبسيون محسوبه كديت سي ان اف. المهم هو عنده فايده كي يرفزولك، خاطر ما كل ما يرفزولك كل خطره يدير لك ركور 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 ركور، وتقعد انت اطلع اهبط اطلع اهبط اطلع اهبط بلا فايده. عندك الجزائري، على بالنا بالنيفو دو في تاع الجزائريين، ولفنا هنا في الجزائر نشريو الشناوه. بس على البروبليم سي كو في لا في سيفيل كي تقدر نقولوا مثلا باش تشري كوستيم بيير كاردان، لا تروح تشري كوستيم بون كوب من شينوا يشبه البيير كاردان ومبورخ، هذيك تقدر ديرها. بس بالنسبه للكوارت، بالنسبه للكوارت ما تقدرش، ما كانش واحد يخدم بسوم الشناوه لهنا، راهي اداره فرنسويه وما فيهاش اللعب، سي اون دونك. لكن اللي راح يطلب الجنسيه تاعو على باباه ولا مو، ما تنساوش باللي الفوق او نيفو دو لا بريزيدونس راهم عطاو لهم التعليمات هادو مباشره عند لي سيرفيس دو غريف، قالوا لهم حاولوا كيفاش لي دوموند هادو اللي راهم يجيو من لافريك ومن العالم كامل، ماذا بكم نقصوا منهم على قد ما تقدروا. كيفاش يديروا؟ با يستعملوا لارتيك 47 لارتيكل 30-3. واش صرا كيما العام الاول مثلا 160 الف طالب،
عالميا من 160 ألف طالب الجزائريين استفادوا بهم 14 ألف، و 14 ألف فيهم تقريب 13 ألف وحويجة تعطات لهم في فرنسا، خاطر ما شاتو ساكنين في فرنسا، هذوك داوها. بالنسبة للجزائريين تاع الجزائر ما فاتتش 900، تاع الجزائر راهم تقريب واحد 10 ألف دوموند، من 10 ألف هذوك 900 اللي استفادوا بها، الباقي الكل رجع رفوزي. مالا في هذه الحالة أناني قاعد نخمم كيف نترجم واش كاين في راسي، سمحوا لي هاني ضعيف بزاف. درك نعاودها لكم بالفرنساوية. دركا كي صرات هكاك، الناس هادو اللي جاوهم لي ريفو واش صرات لهم؟ صرات لهم باللي باش يدي السي ان اف تاعو في 18 شهر عشا في 5 سنين 6 سنين 10 سنين، وما نعرف ما نعرف يمدوها له ولا لا. دونك بالنسبة لي أنا en tant que défenseur des droits, le moyen matériel est de guider, d'orienter le demandeur dans toutes ses démarches, à commencer par la vérification pointue du dossier en question, afin que celui-ci, une fois envoyé au niveau du pôle de Paris, soit hermétiquement fermé à toutes sortes de refus déguisés. Bien sûr, un avocat français ne pourra jamais faire ce travail auquel ta français ma yqdarch yخدم الخدمه هذه, car ce n'est pas un homme de terrain. واش راح يقول لك؟ راح يقول لك كيما ليكريفان يقول لك دز لي هيك دز لي هيك دز لي هيك, يسلك عليك ومن بعد سي بون, يعاود يبعث كل شوبور دو لا ناسيوناليتي, ما يكسر راسه, ما يعيط لك, ما يقول لك راح صلح لي هذه, ما والو. مالا ما ديروش الغلطه هذه. لي زافوكا راهم ولفوهم بالتليفونات تاع الصوارد. دونك انت كي تعيط له تحب لافوكا يفهمك, ما يفهمكش, خاطر من الوقت اللي راح يفوتو معاك باش يفهمك راح يوضر ديك اليوم تاع السوارد ويسلك اونورو اخويا. دونك في هاد الحاله عندكم مهنه اخرى اللي يسموها ديفونسور دي دووا, كيما مثلي انا نقدر نهضر معاكم ونقدر نجاوبكم ونقدر نمشيكم ونقدر نورونتيكم باش الدوسيي تاعك كي يلحق au niveau du pôle de la nationalité, il y a un cartes, mais il y a des faits, des muscles. Je voudrais vous rappeler qu'il ne s'agit pas d'une simple demande administrative, mais qu'elle est aussi politique. Donc, là où on fait la politique. Et France, où je voulais te chauffer, où je voulais te chauffer les demandes, hein, اللي راهم يلحقوا عندها هي على بالهم بلي سي دي فرونسي, بصح نو تقول لك انا النوع تاع هاد الفرونسيس هادو فرونسيس تاع كارت ما نحتاجهمش. قال لك هادو راهم جايين لهنا على اساس جايين باش يبروفيتيو لي زالوكاسيون, من نو بلوس دو سا جايبين معاهم الديفوات تاع بلادهم. دونك هادي في بالهم, ملا قالك يعني كاش ما تلقاو حل كيفاش تسيقوهم ديروا لهم سبه. ما المهم واش يهمهم, ما تمدوا لهم شو خلاص. دونك ناس اللي قاعدين يسمعوا في يعني وما قبلونيش, تقدروا تروحوا تشوفوا مثالكم اللي داروا لي دوموند قبل واللي كانوا حاطين باللي الدوسي تاعهم مليح. درك تلقاهم واحد يقولك انا عندي 5 سنين, واحد يقولك انا عندي 6 سنين, انا عندي هكا انا عندي هكا. علاش عليكم؟ ما تخليوش رواحكم هكاك يمشيو فيكم بالغلط بالغلط بالغلط. عندك مع البدايه دير ان بون دوسيي فيها شويه مصاريف كلش بصح تهنا, اما خير. يعني نعطيها لكم انا بالعربيه, هذه هي قصه تاع الانسان عندو عندو ان تروبون تاع البقر, عندو 100 بقرة يقدر يربحها, بصح باش يربح 100 بقرة هذيك لازم يخسر كوتليتا. على جال باش ما يخسرش كوتليتا يروح يوضر ان تروبو تاع 100 فاش. اسكو فو تروفي سا نورمال؟ انا مو بور مو سي ان امبيسيل تو سامبلومون. دونك يفو با
كان حوايج اللي لازم يتنداروا وكما قال القاوري تو ترافاي ميريت سالير. انسان هذا اللي يقول لك انا ندير كلش روحي وما نحتاجش ومنا ونعرف وندير كلش، راه يقعد يريسكي كيما واحد ما يريسكي روتار قد سخط. نحكي لكم على واحد، هذا واحد زايد فلاست في الشرق الجزائري وما عطاولوش الجنسية من عام 95 25 سنة باش يدير الجنسية تاعو. على جال واش؟ على جال حبش يعيط لواحد بروفيسيونيل يقول كنا ندير بروفيسيونيل وراح يطلب عليا صوارد وكلش من هنا ما لا نديرها بلاش. ما لا عنده 25 سنة وهو يجري باش يديرها بلاش. لو كان جا الإنسان هذا زوالي نقول له معليش ما عندوش اللغل، قلت له بصح الإنسان هذا نعرفه شخصيا شرى طوموبيل ب 30,000 يورو، 30,000 يورو بصور حنا 600,000,000 يورو. دونك هذه ماهيش قضية صور، أنا نشوف فيها يعني من المخ تاعهم حابس. كيفاش باش يشري طوموبيل ب 600,000,000 عنده وباش يرجل لا سيتواسيون تاعو يعطيولو سي ان اف؟ خاطر ما في عام 95 الانسان هذا عنده 7 اولاد، يا ولو كان هذاك الوقت دار سكون ابل ان ديفونسور دي دووا ولا دار نقولوا مثلا ان كونسيي جوريديك يعطيه 500 ولا 600 يورو كان اليوم حتى من العائله تاعو سي با لا بان يديروا لا دوموند. علاش؟ خاطر ماش ولادو هذاك الوقت كانوا مينور، كان يديها هو وحدو ولادو العائلة تاعو كامل يستفادو. كانت مرتو بعد ساعة تنجم دير لا ديكلاراسيون دو ناسيوناليتي بار لي في دو مارياج. اليوم هو حصل ولادو كل كبروا كان لي زوزو زاد تعقدت الامور تاعهم. هذا كل على جال واش؟ على جال زوز فرنك. مانا انسان ما نقولكمش انا تكونوا دي كوميرسون لازم تكونوا ذكيين، سبحان الله والله دوخنا. انا واحد من الناس كون جيت في الوضعيه تاع الناس هذو اللي عايشين في الجزائر عندي 200 مليون محطوطه في الكونت ويجيني واحد كومبيتون نعرفو كونفيونس كل قال خويا واحد تفضل 200 مليون هذيك سي كوا؟ سا كوريسبون 10,000 يورو. 10,000 يورو ما كان والو، 10,000 يورو في فرنسا راهي قيمه الشهر ولا ربعه شهريه تاع قاوري عادي اللي يكنس في الطريق. ديروا في بالكم باللي غدوة كي تخدموا كوارتكم كي توصلوا لتما شي اللي راكم خسرتوا على الكوارت راكم تعوضوه في شهر. بالك نتوما 1,000 1,500 2,000 يورو راهي تبالكم حاجه كبيره، بالنسبه لفرنسا وما كان والو. 2,000 يورو هذيك انا نعرف دي زافوكا في فرنسا يتعشى به، لكن نتوما وما تنساوش بلي ان دوسيي دو سي ان اف انسان او يقعد عام ولا عام ونص ولا عامين وهو مربوط مع الانسان اللي عطى له الدوسيي مع الديرونجمون تاعها مع الاخر. مالا كونوا شويه انتيليجون وكونوا شويه لوجيك مع رواحكم. لي يحب يدير لا دوموند دو سي ان اف وينجح فيها على بالو واش لازم، ولي يحوس سي ان اف يعني يحسب فيها 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 اللعبات وفيها هكا وفيها هكا ويحب يحب ينقص من المصاريف وكلش من هنا هكاك هذاك وما ينجحش. هذه هي اخوتي واش بغيت نقول لكم. دونك نقول لكم باش تدومونديو يعني السي ان اف ماهيش يعني في يد اي واحد، حتى ولو كان لو بارون ولا لا مامون ولا لو بابا يكون عنده سي ان اف سا نو فو با دير بلي هذا بلي ولادو صايي سم راحين يديروها هم يرفزو لهم. عندي لو كا تاع واحد المرا دات سي ان اف تاعها 2015 وعندها لي مزيه اولادها اللي كانوا مينور هذوك خلاصهم تسجلوا معاها ما عندهم حتى مشكل، بصح هذوك لي ماجور كامل رفزو لهم وكي رفزو لهم على الماده 30-3 وهما ما لحقوش حتى 30 سنه في العمر تاعهم. دونك بيان سور انا واحد من الناس ما نخدمش وحدي، كاينه عندي اون كولابوراتريس مون اسيستون سي اون فرانكو الجيريان كومبيتونت دون لو دومين وراهي موجوده باش تجاوبكم بار ايميل. انا عندي الايميل تاعي كونسولت شنغن، هي عندها الايميل تاعها سيرفيس فرانس ناسيوناليتي هذيك شي لي جاوبو هذيك ولا ني نجاوبو انا رانا كيف كيف، رانا نخدمو في نفس الميتيي نتعاونو مع بعضنا باش
نعاونوا الناس هذو اللي راهم حاصلين في لي دوموند تاعهم. عندك ان دوسيي بيان تريتي نورمالمون كي يوصل بور دو لا ناسيوناليتي يحل دوسيي يلقى كل شيء تاعو منظم قرطاس البريه معدوله لي بابي معدولين كل شاجور ما كانش الغلطات يعطيك سي ان اف تاعك هما الشريها لك هما يمشيو بالقوانين واش كان يحاول باش ما يمدلكش كي تعطي له الدوسيي راح يخربشو من الفوق لتحت يخربش يخرب يا ربي نلقى غلطه يا ربي يا ربي ويلقى بس كي يعود الدوسيي في يد بروفيسيونيل ما يلقاش وكما يلقاش واش يدير يقول كما بان فوالا شو obligé de lui donner son CNF hein vous savez bon bah il est en règle monsieur qu'est-ce que vous voulez que je vous dise allez bon courage mais il a tel CNF tel que tu m'attendais اما خير 18 شهر عامين اما خير 10 سنين 15 ناس عايشين في الخيال وكلش وما تنساوش باللي لو كان ديروا المساعده قضائيه ويلحق الدوسيه تاعكم بدون ما صلحتوا الوضعيه تاعكم قادرين يديروا لكم اون بوزيبيليتي سما سي اون ديكلاراسيون يقول لك فو نيت با اوتوريزي ا فير لا بروف دو فوت ناسيوناليتي فرونسيز خاطر مش الانسان الاداره تاعهم واش راهي تقول راهي تقول باللي الانسان اللي يحب يطلب الجنسيه الفرنسويه سي تا لوي دو بروفي سا ناسيوناليتي كي تبعثوا نتوما الدوسيي او نيفو دو بيرو ديت جوريديكسيونيل يقول لك هذا الا ايتي توشي بار لارتيك 30-3 دونك اي ني با اوتوريزي ما عندوش حق باش يبعث الدوسيي تاعو عندنا يكملوه مع الاخر خلاص يوليو يبعثوا لك ان جوجمون كي فو زانتيردي دو ريفير اون دوموند دو سيرتيفيكا ما تقدروش تعاودوا والناس اللي رفضوا لهم يقول لك نعاود لا دوموند ما كان لا كي يرفضوا لك خطره وحده ما عندك حتى حل او تطلب المساعده القضائيه او دير لو ريكور غراسيو لو ريكور غراسيو ثاني نقول لكم انا سي دي كونسيي خاطر ماش لو ريكور غراسيو بروميرمون باش يجاوبك يقعد لك من عامين وروح وكي يجاوبك يجاوبك سلبي ماهوش راح يعكس صاحبه الكريفي هذاك وزيد بزياده ان ريكور غراسيو انا نشوف الناس يروح عند ليكريفان بوبليك يقول له دير لي ريكور غراسيو وي وي يروح عند لك ريكور غراسيو يروح يعطي له لا فوتوكوبي تاع الرفض هذاك يكتب له بريه باليد ويدزها سي با كوم سا كون في ان ريكور دو كون في سكون ابل ان ريكور غراسيو انسان اللي يحب يدير لو ريكور غراسيو يروح ينظم كوارتو كامل ما يخلي فيهم حتى غلطه ويكتب لهم بريه باللي صح راني لقيت غلطات وراني صلحتهم وكل شو ماذا بكم تعودوا تتراجعوا في القرار تاعكم وهاو الدوسيي الدوسيي اللي بعثوه النهار الاول يعاود يبعث لهم لو دوبل دو دوسيي اللي بعثوه بول دو لا ناسيوناليتي وكي يبعثوا ما يبعثوش اكوزي دو ريسيبسيون هذيك تاع 40000 ولا 50000 يحب يدير الاقتصاد لا هذاك الدوسيا ويلحق تما لاكوزي دو ريسيبسيون جينيرال ما يسينيوش وما على بالكش حتى اسكو حكموه ولا ما حكموهش وكلش اللي يحب يبعث الدوسيي لازم ديروا لهم الشونتاج عندكم شركه دي اش ال شركه عالميه ولا شركه تاع او ام اس هذو كي تبعثوا دوسيي تاعكم على اي دو ام اس ولا دي اش ال بيان سور غالي شويه تلحق حتى 30-40 يورو قولوا بين 600 حتى 800000 بصح كي يلحق الدوسي عندهم لتما محتم عليهم يعطيو لكم ان اكوزي دو ريسيبسيون اللي يسمح لكم بعد ساعه تحربوهم لو كان يحوسوا باش يزليوكم داكور اخوتي دونك دركا كيما قال القوري ما نقدرش انا نكون ابيض اكثر من الابيض عند القوري يقول كون بو با ايت بلو روياليست كو لو روا Et c'est au demandeur de décider en dernier ressort s'il souhaite que son CNF soit obtenu en 18 mois ou bien rester dans le flou durant plusieurs années sans rien de concret. Malakhaouti, Ranit Menelkom, Aim Saïd, parce que l'yom akher nahart nihayt sana 2020 ou inshallah ykon 2021 hada ykon mabrouk likom kamel. Je vous souhaite à tous bonne chance pour vos demandes. On a besoin de beaucoup de gens qui nous ont suivi sur YouTube ou sur Facebook, qui ont bien voulu s'abonner à ma chaîne. Je vous souhaite
أكثرية المعلومات صحيحة. بالنسبة للناس اللي مازالوا pour ceux enfin qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, donc تقدروا تاكسيونيو لا بتيت كلوشيت اللي جايه تحت لا فيديو هذه. ونطلب منكم ابونيفو à ma chaîne باش نهار يخرجوا لي نوفيل فيديو نزيد نعطي لكم d'autres renseignements concernant la nationalité française. راه يجيكم لا نوتيفيكاسيون باللي فلان ودار فيديو جديده. Ou pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, qui seront variées et traiteront très précisément de chaque article de loi qui empêche les demandeurs d'accéder à leur statut de français. Et surtout, n'atelhom les astuces qui fait chidero, bash dossier terre qui il hack ikon kartas. Voilà, c'est ya khawti, mala nzid ngoul comme bonne année. Et espérons que 2021 sera l'année des bonnes nouvelles. Inch'Allah, il y a 2021, khair min 2020. Et je vous dis au revoir.